على الرغم من وصول عدد العاطلين عن العمل في البصرة إلى نحو 187 ألفا حسب الإحصاءات الرسمية، تعمل الجهات المعنية على الحد من تفشي البطالة من خلال تطبيق القرارات النافذة ومراقبة الشركات المخالفة لقانون العمل، إذ يشير المسؤولون هنا إلى أن القانون حدد الأجر الشهري للعمالة العراقية ونسبة تواجدها في القطاع الخاص مقابل العمال الأجانب. حسب معلوماتي لغاية الوقت الحاضر 187 ألف عاطل عن العمل، يعني مسجل بقاعدة البيانات. لجان التفتيش تقوم بمتابعة أصحاب المشاريع بما يخص نسبة العمالة، يعني لا يجوز تشغيل أكثر من 50%، يعني مناصفة، وهذه قرارات موجودة، نسبة التشغيل 50%. ويؤكد بصريون أن العمالة المحلية لا تقل خبرة وكفاءة عن نظيرتها الأجنبية، إلا أن البصريين يعانون من صعوبة الحصول على وظيفة في الشركات الكبرى بسبب عدم تكافؤ فرص العمل وتدخل بعض الجهات المتنفذة بالاستحواذ على الدرجات الوظيفية ومنحها إلى المنتمين إليها أو المقربين منها. خريج إدارة اقتصاد من 2013 لحد الآن، طبعا لحد الآن ما لقيت تعيين ولا أي شفت لي مثلا أكوفة شغلة أقدر أشتغل بيها. الحصلت كلش هسه عندي مثلا دراجة ديليفري أشتغل بيها وأرجع للبيت لا أكثر ولا أقل، والبصرة كلها مسؤولين وبها شغل وبها شركات أجنبية وكل الشغل موجود، والحد الآن لا يشغلون العراقي، المهندس قاعد بالبيت، الخريج قاعد بالبيت، يأخذون يجون أجانب يشتغلون، يقولون الشعب المواطن العراقي ما عنده كفاءة، بالعكس المواطن العراقي كل شيء عنده، وخريج وأذكياء العراقيين. أبد ماكو أي توازن، يعني تباوع له تروح للرميلة تروح لغيرها تشوف جايبي لك عامل صيني أو أجنبي من أي جنسية، تمام؟ يصرف عليه أكل ومبيت ومن كل شيء، ومن يعني شلون أقول لك كعلاج، وهاي إذا تمرض وبراتب كلش عالي، وهنا ابن البلد اللي هو ابن البصرة أو ابن أي محافظة قاعد يشتغل عماله أو يشتغل بسطية. ولا يزال سكان مدينة البصرة يعانون من انحسار فرص العمل رغم توافر الثروات وتواجد الشركات العالمية التي تعمل في قطاعات مختلفة. تتضاءل فرص العمل هنا في البصرة، المدينة التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية بسبب السياسات المتخبطة. أثير العبادي، ون نيوز، مدينة البصرة.